طب انا عايزه اتعرف على الحاجات الكتير اللي قدامنا، لان انا صراحه مبهوره ان انت مغيره في حاجات كتير وحتى ماشيه مع الموضه، الحاجات اللي فيها فعلا. ميتاليك وسيلفر والوان، انت عامله كل حاجه ريسايكلينج بشكل لذيذ قوي، ونفس الفابريك تعملي منها كذا حاجه، نفس بالظبط. القماش انا شايفه الاخضر في منه شنطه، في منه هو الاخضر ده يا جماعه انت قلتيه ده ايس كان كاب فستان؟ لا ده ودراس. كان بنطلون. بنطلون ده كان بنطلون عملت اوكي بيه 4 بيس، بس البيس الرابعه ما جبتهاش بقى، هي بندانه يعني، بس عملت بقى منه دراس. ممكن طبعا طبعا اتفضلي. طبعا. ده كان بنطلون وايد لاج كده. اوكي اوكي ايه ده، الله عملت من رجل، دي الرجل الاولى اهي، بصي حتى عشان تتخيليها اهي، ده فستان. ده رجل بنطلون. اوكي فانا عملته بيزك دراس واو بنكد، لما بتلبسيه بياخد شكل الجسم وبس. حلو تحفة. قوي ولونه حلو صح، قوي. بالظبط الظهر كده بتاعه مفتوح باكلس بالظبط، لو اتلبس على جاكيت مش هيبان خالص. وما فيهوش اي حاجه يعني، انا كل اللي عملته فصلت الرجلين عن بعض وخدت حته حطيتها اللي هي الرقبه بتاعته عشان تبقى ماسكه وبس، وتقفل على المكان. اوكي ده اول رجل بالظبط كده. أوكي. نيجي عند ده الرجل اصلا كان التانية. الفولورز بيقولوا البنطلون المعجزه يعني، هم ما كانوش مصدقين ايه اللي يعني ده طلع منه حاجات كتير قوي. بالظبط كده. دي شنطه جلد عندي تحفة. كانت مقشره والدراع بتاعها مقطع ومبهدل، بس دي كانت براند وكان صعبان عليا ارميها يعني، في حاجات كده غاليه بتحس اللي هو طب يمكن الاقي لها فكره. فاخدت حته من رجل البنطلون التاني، اوكي الرجل التانيه بقى، ورحت ملبسها لها وحطيت ده كان حزام عندي بس كده. برافو عليكي والله. بس من جوه اهي الجلد موجود بتاع الشنطه فماسكه نفسها، ومن بره بقت تحطي بقى فيها حاجات يعني، انا ممكن البسها وانا خارجه، ممكن احط فيها مثلا صوف، احط فيها قصاقيس القماش اللي عندي، أيوة. استخدمها كاي حاجه. هي على فكره كمان ممكن تنفع لللابتوب او الايباد بالظبط، فهي تقدري الحاجات تستخدمي التابلت اي والحاجات حاجه دي. بس وهي يعني كل اللي بتعمليه يعني خيطتيها ده من الرجل تحت البنطلون خالص. من تحت وخيط بس، والله ما فيهاش شاطره. اي حاجه. اوكي وده بقى وايس كاب. بالظبط. والايس كاب دي جت من ده اي صعب، حته في البنطلون؟ بقيته بقى ده، بصي ده الوسط من فوق. يا نهار ابيض ما شاء الله عليكي بس انتي كده، لهلوبه ده والله. بقيت القسط الوسط من فوق بس، دي الحته وده بقيت الرجلين. والله كان قوي. بنطلون طيب. بالظبط كده. لا ده سخي قوي ده. هو ما كانش بيعجبني لبسه خالص وبيتخني وشكله مش حلو، فلا طب ما اعمل حاجه بالظبط استغله. طيب أوكي. ايه تاني؟ انا عجبني جدا الشنطه، هي دي كانت اصلا شنطه؟ دي شنطه عندي كانت مقشره، وطبعا بقى طالع الشتاء ده الفرو بقى، وتبقي لابسه حاجه فرو كده، فاشتريت الفرو ده بيتباع بالمتر وسعره رخيص جدا لان ده فرو صناعي. بس وغلفتها كلها بيه باللزق اللي هو بتاع الهدوم المخصص بقى بالهدوم. انت اللزق ده عندك في البيت؟ ده بيتباع في كل المحلات، من محلات اللي هي بيع مستلزمات الخياطه بالظبط، وسعره رخيص جدا. ايه ده، انا اول مره اعرف جلو اللبس ده. لا في جلو مخصوص للبس ده بيبقى في اي محل معروف لمستلزمات الخياطه. أوكي. وسعره يعني رخيص جدا ما فيهوش اي حاجه. لا وانك عملتي فرو فهي كمان شيك قوي يعني، بس شنطه تنفع سهر مناسبه اي حاجه. ودي بتتباع برضو بالمتر يعني، السلسله الذهبي دي هي ما كانتش كده، ده كان الدراع بتاعها اصلا جلد. بس فجبت السلسله دي جبتها اشتريتها برضو بالمتر وركبتها لها. شاطر قوي ما شاء الله. انت برضو عامله تاني حاجات بالفرو نفس ال ده بقى اللي اتبقى من المترين الفرو اللي جبناه. بالظبط كده. مش هتسيبي حته في الفروه. ده كان عندي بوت كان من فوق مقشر، هو كله سليم ما فيهوش حاجه، بس الحته اللي من فوق دي قشرت. اوكي فكنت شفت برضو على الانترنت ان نازل ان بيبقى البوت من فوق كده في حته فرو، رحت حاملاها. بتلبسيها الاول وبعد كده تلبسي البوت بس، خلاص دريتي الحته المتقشره. تحفه. حلوه قوي. حلوه قوي 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 قوي. برافو يعني عليكي. طب ندخل والفكرة بعد كده، انت قلتي ان ده الجينز فيست. دي نفس الفكره اللي انا لابساها دي، ده برضو كان بنطلون ده رجلين وعملت. بنطلون. بالظبط كده. اوكي بس بتلبسيها برضو على اي بوت، لان لو عندك اي بوت مقشر او حاجه بتلبسيها عليها خلاص انت دريتي التقشير تمام. لا انت عملتيه بوت ترندي، واصلا في بالظبط ده بيتباع كده زي ما هو. بالظبط كده وبسعر غالي جدا. ده حقيقي. فهو من رجلين بنطلون، ده بنطلون جوزي بقى. انت قلتي ان ده فيست. ده كان بنطلون برضو جينز عندي دايب، فانا قصيت ايه ده الله، عوجته بالعكس. حلوه قوي. وبقى فيست لذيذ تحفه. بس بتلبسي بقى في الصيف كده مع ابيض مع بروتال او حاجه، بتلبسيه تحتي شيميز او هاي كول، براحتك. كل واحد بيلبس المفروض على طريقه لبسه يعني بيحب. أوكي. ايه اوكي معاكي حاجات. انا حاسه مبسوطه قوي من الحاجه ان هي اكنها معموله بروفيشنال في مصنع. السكيرت دي بقى دي ترندي، وانا شفت لها فيديوز فعلا على النت ازاي تعملي تقلبي البنطلون بتاعك السكيرت. ايه ده، لا معلش ده كان بنطلون؟ نو واي. والله لا ازاي، معلش ده كان بنطلون بس يعني. انا كل ده فكيته وبعد كده بتخيطي ده،
تثبتي تحفة. انا عايزه اقول لك ان انا عندي السكيرت دي شارياها كسكيرت من بدايتها، بس هي كانت طالعه موضه جدا السكيرت دي وكانت موجوده، بس انا شفت فيديو ازاي بتتعمل كانت حلوه قوي. لا بس هي دي مستحيل تشكي لحظه معلش. ما هي الفكره يعني بقى ان انت تقفلي بس مظبوط دايما وتقفلي على جسمك. يعني انا دايما بقول للبنات قفلوا على جسمكم عشان لما الترز يجي يقفل يبقى مقفل صح. صح اوكي. ده بقى الموضه دلوقتي الحاجات الميتاليك. ده الميتاليك بس مش بالطريقه اللي نازله بقى اللي هي بالشيتس الميتاليك والجلو، لان طبعا دي برضو غاليه جدا. شيتس الميتاليك بيعملوها والمكوى بالظبط، بس دي مكلفه جدا يعني لان الجلو لوحده برقم معدي ال 500 جنيه. اوكي. فالبنات قعدوا يقولوا لي على يعني لما اجيبها اجيبها بالظبط. طب لا احنا عايزين طريقه اسهل. فده لون سيلفر ميتاليك من الالوان اللي هي بتاعه القماش من اي مكتبه. بس خلاص بتدهني بيها. حلو قوي. ودي برضو كبنطلون بس يعني عملتها سكرت. برافو عليكي تحفه. طيب وايه كمان؟ وفي دي دي برضو كانت يعني حته جينز كده متبقيه دي عملتها بقى لبواقي القماش عندي بحطها فيها، بدل ما ابقى احطها في شنطه ولا حاجه بلاستيك لا احطها في حاجه احسن تبقى شكلها كويس. فتقدري بقى تحطي اعمليها مثلا تحطي فيها الاكسسوارز بتاعتك، تحطي فيها التوك، تحطي فيها لو عندك سكارف تحطيها في حاجه تبقى بس حاجه اللي هو يعني. طيب في معانا هنا بولوفر. هي ده البلوفر. في بلوفر ده كان بلوفر. احنا بعد كده هتعملي لنا حاجه دلوقتي على الهوا. ده كان بلوفر 7 عادي ساده ما فيهوش اي حاجه بكم، فانا كنت حابه اجدد فيه شويه بس، فروحت مقصه الكمام بتاعته فصلتها لوحدها البسها كشراب مع البوتس. اوكي. برضو دي بتبقى طالعه ترند جدا. بس قصيت حته برضو من اللي كانت مبقيه من الكم كده عملتها شرايط هنا وقفلت بيها السبع. تحفه. هي بس مجرد حاجه بسيطه بتعمليها بتغيري في الشكل بعد كده.